يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، لا زال حديثنا عن ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها. وقد ذكر شهيدنا السيد الصدر قدس سره في إحدى خطب الجمعة في بيان بعض مزاياها سلام الله عليها في جملة من الروايات التي نقلها قدس سره، ومنها عن أسماء بنت عميس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كنت قالت عفوا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وقد كنت شهدت فاطمة عليها السلام وقد ولدت بعض أولادها فلم أرى لها دما، فقال إن فاطمة خلقت حورية في صورة أنسية. وروي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال لفاطمة تسعة أسماء عند الله عز وجل: فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والرضية والمرضية والمحدثة والزهراء. قال: وسميت فاطمة لأنها فطمت من الشر. وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أتدرين لما سميت فاطمة؟ قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظاهر لأمير المؤمنين، يا فاطمة أتدرين لما سميت فاطمة؟ قال علي: يا رسول الله، لما سميت؟ قال: لأنها فطمت هي وشيعتها من النار. وعن أبي جعفر عليه السلام قال لفاطمة عليها السلام: وقفة على باب جهنم، فإن كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحب قد كثرت ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمة بين عينيه محبها لأنه مكتوب عليه، فتقول: إلهي وسيدي، سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من النار، ووعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد. فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة، أني سميتك فاطمة وفطمت بك من أحبك من أحبك وتولاك وأحب ذريتك ومن تولاهم من النار، ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النار لتشفعي فيه فأشفعك. فيتبين لملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقعك مني ومكانك عندي، فمن قرأت بين عينيه مؤمنا أو محبا فخذي بيده وادخليه الجنة. وعن علي عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وآله سئل ما البتول، وهي من أسماء الزهراء سلام الله عليها، فإنا سمعناك يسألوا فإنا سمعناك يا رسول الله تقول أن مريم بتول وفاطمة بتول، فقال: إيه رسول الله صلى الله عليه وآله، أي رسول الله صلى الله عليه وآله، البتول هي التي لم تر حمرة قط، والبتول من الصفات التي تسند للأنثى بدون علامة التأنيث، لا تقول بتولة طبعا لوضوح اختصاصه بالمرأة وعدم الاشتباه بالشمول إلى الرجل كالحائض والطامس والحامل والمقرب. وروي في تسميتها الزهراء عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل لما سميت الزهراء، قال: لأن الله خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها، وغشيت أبصار الملائكة، وخرت الملائكة لله ساجدين، وقالوا: إلهنا وسيدنا، ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري أسكنته في سمائي، وخلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في الأرض بعد انقضاء وحيي، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله.
وهذا ما جاء في تغريدة بسماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله، حيث قال: هي أم أبيها، أم المؤمنين والمؤمنات، يزدهر نورها من محرابها ويشع في الأرض والسماء، فتأنس به العوالم ويسبح لله بحبها المؤمنون، نورها شع فعمت الهداية، فهي إشراقة عصمة بددت الظلمات، فلها ولأبيها ولبعلها وبنيها وللنور المستودع فيها خلق الله الخلق وميز بين الحق والباطل، فأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وسجد الساجدون لله خشوعا وشكر الشاكرون لله خضوعا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.